اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا مع سباح مصر احمد اكرم. احمد، يمكن كنا بنتكلم في الفاصل عن فتره مهمه جدا في حياه الشاب. اكيد. وانت شاب ناجح وقدوه لكل شباب مصر. الحمد لله. انت ما شاء الله جبت مجموع كبير، جالك هندسه عين شمس. مظبوط. في نفس الوقت خدت ميداليه اولمبياد الشباب 2014 في بكين، صح؟ مظبوط. فكان عندك مفترق طرق، احكي لنا عليه، واخترت اختيارك ده ازاي؟ انا بعد ما الحمد لله كسبت ميداليه اولمبياد الشباب كان عندي اختيارين، يا اما اكمل في هندسه عين شمس، يا اما اخد المنحه بتاعتي واسافر. وجالك منحه كامله يا احمد؟ منحه كامله. مظبوط. فانا المنحه بتاعتي، انا سافرت امريكا يوم 26/12/2014 ورحت هناك. انا كنت فعلا مبسوط، انا كنت حاجه انا فخور بيها. يعني انا ده السبق اللي انت خدت فيه الميداليه الذهبيه في اولمبياد طوكيو. يمكن اسعد سنه عليك في حياتك 2014. مظبوط. هندسه وسكولرشيب وميداليه كمان. اي يعني اي رياضي او اي سباح عامه مصري يحلم ان يبقى عنده منحه في امريكا. فالحمد لله رحت جامعه من احسن الجامعات في امريكا، و والموضوع كان صعب شويه في التاقلم اول كام اسبوع برضو عشان غربه ولوحدي وما بقتش بعمل، خاصة يعني انت يعني هنا والدتي ربنا خلاني بتعمل كل حاجه، لكن هناك انا كان لازم اتعود ان انا اطبخ واغسل واعمل كل حاجه بنفسي. بس الحمد لله هناك كان عندي اصحاب في الفريق بيحبوني وساعدوني على طول اول ما وصلت هناك. بعد كام اسبوع خلاص الحمد لله تاقلمت والدنيا بقت كويسه وكل حاجه كنت تمام. كنت بترجع اجازات طويله؟ يعني كنت بترجع فتره طويله هنا في مصر ولا؟ انا كنت برجع، يعني احنا بنخلص امتحانات شهر 5، انا كنت برجع على طول بعد الامتحانات اقعد في الصيف هنا في مصر واتمرن مع كابتن شريف حبيب. ساعتها بيبقى عندنا بطوله عالم اولمبيات، يعني انا بنزل كنت بنزل كل صيف. 2015 كان عندها بطوله عالم، 2016 كان عندها دوره العاب اولمبيه في ريو، خدت فيها رابع. 2015 رابع وفي ريو خدت ال 11 في ال 1500 ما شاء الله. و 2017 كان بطوله عالم برضو. فكنت بنزل اتمرن على طول، ما كنتش بنزل يعني اخد اجازه. جالك فرصه تاخد جنسيات ثانيه يا احمد؟ يعني والله اتعرض عليا، بس يعني دي حاجه انا مش عايزها. يعني انا شايف ان هنا الجنسيه المصريه احسن حاجه، ويعني مش هعمل ايه برضو بالجنسيه بتاعت بره يعني. برافو عليك. انا عايز اقول لك ان ده يعني انا بسال السؤال دليل ان تمن السباحين اللي بيبقوا او ابطال الالعاب الفرديه بيجي لهم عروض طبعًا. تجنيس طبعا وجنسيات اخرى طبعًا. ولكن انا سعيد جدا بردك ان انت فخور بجنسيتك. لا فخور طبعا، وعايز اعمل حاجه لبلدي. يعني انا يعني في لعبه السباحه احنا لسه ما وصلناش ان حد يكسب ميداليه اولمبيه، فانا ان شاء الله ربنا كاتب لي ان انا اكسب ميداليه اولمبيه، هنقل السباحه في مصر وان شاء الله في الوطن العربي. فدي حاجه هدف انا حاطه قدامي انا عايز احققه يعني ان شاء الله.